قبل ما هنتكلم مع احمد في تفاصيل حلقتنا النهارده، كان عندنا نجم مصري الماني سبرايل، ده انتقل لاحد الانديه في بلغاريا، وزي ما بقول لحضراتكم الملف دوت ملف مهم جدا جدا. عندنا لاعبين مميزين جدا على مستوى اللاعبين المصريين في اوروبا. سبرايل انتقل لنادي بيرين، ده في نادي بلغاريا. والنهارده كمان عندنا نجم جديد على مستوى المصريين المحترفين في أوروبا، ريكاردو. ده ريكاردو لاعب مصري إيطالي يحمل الجنسية المصرية والإيطالية. وزي ما بقول لحضراتكم النجوم دول أو اللاعبين المصريين الموجودين في أوروبا دي خطوة وملف مهم جدا. احنا متمسكين هنا في المحترف ان احنا بنعرضه على حضراتكم، مش بنعرض بس، كمان بنتابع خطواتهم، بينتقل من نادي الى نادي الى نادي. وزي ما وعدنا لحضراتكم ان احنا لسه مستمرين في هذه المتابعة، ولعل وعسى بنقدم خدمة للكرة المصرية من خلال لاعبين يحملوا الجنسية المصرية بيلعبوا في الدوريات الأوروبية. عرضنا اكتر من لاعب لغاية دلوقتي، اكتر من 6-7 لعيبة في الدوري الألماني، في الدوري الدنماركي، وفي دوريات مختلفة. النهاردة من خلال المحترف كمان نحب نعرض لحضراتكم نجم آخر ولاعب آخر يحمل الجنسية المصرية الإيطالية، نتعرف عليه من خلال الفيديو ده.